السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كي بقيتوا مزيان؟ هنا جيت سوجبت الجديد معايا، ديما الجديد مع اختكم لبنى. جمالي في صحتي، الجمال ديالنا خصو يكون في الصحه ديالنا. اول حاجه البنات، كنتمنى من عندكم الدعم ديالكم، كنتمنى لي لايك، كنتمنى لي زابون باش نزيد بكم القدام، بكم انا نزيد القدام. اول حاجه البنات، هذا النهار جيت وجبت لكم واحد المفاجاه زوينه بزاف، وانا صراحه تفاجات النهار اللي سمعتها والنهار اللي جربتها ودرتها ولقيت واحد النتيجه ديالي، النتيجه زوينه فيها بزاف. هي نقول وداعا كاملين للبطن، للكرش. اللي عنده مشكل ديال الكرش غليظه، اللي عنده مشكل ديال وزن ديالو باغي ينقص ينقص منه، مرحبا به هذا النهار مع الاخت ديالكم لبنى. هاد النهار البنات جبت لكم واحد الوصفه جد 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 رائعه بزاف بزاف بزاف، تعجبكم بزاف. وقبل ما نبداو هاد الوصفه هادي، بغيت الدعم وبغيت لي زابون وبغيت شير وبغيت لي جيم ولي كومونتير ديالكم. انا مرحبا مرحبا بكم في التقييبات، مرحبا بكم في الانتقادات ديالكم. اي حاجه انا بغيتها تخليوها لي في كومونتير ديالكم باش نشوف الاخطاء اللي كندير، حيت انا يلا بديت هاد لي فيديو هادو حيت باقا كندير شويه الاخطاء. المهم ما نطولش عليكم البنات، نبداو الوصفه على بركه الله. هاد الوصفه هذا البنات راه الاصل ديالها صيني، داكشي واش كتلقاو الناس ديال الصين ديما سبور، ديما خفافين، ديما رشيقين، ديما زويونين، حنا زويونين البنات. هاد الوصفه هادي ماشي غير البنات، حتى الدراري اللي عنده مشكل ديال الكرش، بنت ولا ولد، رجل ولا امراه، يقول نهائيا باي باي للكرش والوزن الزائد ديالو اللي حرق الدهون عليكم بقشور ديال البصله. البنات قشور ديال البصله جد 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 مفيدين بزاف، ووصفه سهله بزاف البنات. حيت حنا البنات كنبغيو نلبسو لي جين ديالنا، كنبغيو نلبسو شي حاجه قصيره، كنبغيو نلبسو شي حاجه كشويه مزيره، تلقاو مشكل ديال الكرش كيخرج لنا، دونك كنبقاو معقدين، كيوقع لنا مشكل، كنغتصبو كنصدقوا معايا في ذوك الحوايج. دونك هنا جبت لكم الحل اليوم، الحل هو ساهل وبسيط وفي جميع الديور كاين، هي قشيرات ديال البصله. البنات كنكون قشيرات ديال البصله وندخلو في الوصفه مباشره. كناخذ القشور ديال البصله كنغسلوهم، قبل ما نغسلوهم نفرتوهم هكا غير بيدينا طرق طرق طرق، لانه ما غير كيتهرسوا، من الاحسن ما نديروهمش في الخلاط حيت كيولي غبره، حنا ما بغيناهاش غبره، بغيناها غير وريقات صغيورين صغيورين. كنقطو القشور ديال البصله كنديروهم في الشيبانيو، كنغسلوهم كنخليهم يقطرو في الشبيكه، كندير واحد جوج كيسان ديال الماء ديال العنبه، كنديرهم في كاسرونه، كنرميو عليهم القشيرات ديال البصله، كنخليوها تغلى واحد المده ديال 10 مينوت هكاك، كنحيدوها اوتوماتيكمون. ملي كنديروها تغلى كنلقى واحد شويه ديال القشور كيتبدلوا شويه بشويه، ملي كيبقى تغلى شويه بشويه كيوليو صفر، كان كيوليو خضرين، حتى كيكملوا في مره. دونك البنات كيجينا بحال كويس داتاي، نشربوا كويس داتاي. كنديروها في كويس، كنديروها تغلى، كنخليوها تغلى مزيان، كنحيدوها كنحطوها، كنخليوها تبرد على جانب، كنخليوها تبرد على جانب. ملي كتبرد كنخويو ونصفيو كويس ديال الماء صغير ديال العنبه داتاي، كنشربوها. ملي بغا يحيد الكرش يكوب واحد في النهار كافي البنات. اللي بغا الوزن ديالو ناقص كامل خصو 3 ديال الكيسان في النهار. كيفاش نديرو لها البنات ولا الدراري بصفه عامه؟ اسمحوا لي كنهضر مع البنات حيت الباغ ديال اللي في لاشين عندي بنات، ما عنديش الدراري. كنتمنى الدراري يديروا لي اباني باش يوصلهم الجديد ديالي، حيت انا منو ان نقول لكم شنو. حيت هاد لي فيديو هادو ماشي غنديرهم غير البنات بصفه عامه، عندي البنات والدراري، حيت الدراري كاين اللي كيبغى ياخذ شي وصفه طبيعيه. المهم نكمل لكم لا فيديو باش ما نمشوش بعيد. كناخذوا داك الكويس كنخليوه يبرد، كنصفيو، كناخذوا كويس كنخويو فيه داك الماء قبل الفطور. اللي عنده الكرش قبل الفطور بخمسة دقائق، واما قبل الغداء بخمسة دقائق، ولا قبل العشاء بخمسة دقائق، كنشربوها وتنخليوها وتمشيو. لك ناكل شي حاجه ماشي مشكل، وما تخافوش الريحه ديالها ما كتبقاش كريهه كي قاصحه كي كيف كتكون في الاول، كتجي خفيفه شويه عاديه، ما كتجيش ضاره بزاف على وجه
على ود الصحه ديالنا، صحتي في جمالي ولا جمالي في صحتي، نديروا اي حاجه بطبيعيه. ما عندناش ما نضربش فيها الفلوس بزاف باش نخافوا، باش صدقنا ما صدقناش، هادي غير جربيها وكون اكيد راك انتي اه معاك ما كنتي، غير جربيها والله تكوني اكيده بانك هاد الوصفه هادي تفرحك بزاف، وادعي معايا وتقولي الله يرحم لها الوالدين. المهم انا بالنسبه ليا كناخذها، خديتها ماشي كناخذها، خديتها قبل دابا دابا الحمد لله مزيانه في الكريشه ديالي غزاله. انا كنت كناخذها قبل الغدا بخمسه دقائق، حيت انا الصباح ما كنخدش ناخذ شي حاجه مجهده بزاف اصلا، شي حاجه خفيفه كناخذ في الصباح. دابا شنو غنوريكم النهار اليومي ديالي كامل شنو كندير فيه. المهم البنات كناخذ كويس ديال اتاي كنشربوه قبل اما الفطور واما الغدا واما العشاء خمسه دقائق، هذه اللي عندها مشكل ديال الكرش. ولكن اللي عنده مشكل ديال الوزن باغي ينقص كامل سمحوا لي، حتى راني في الخدمه ومره مره كيدوزوا شي حوايج كمجهدين كتسمعونيش بزاف. اللي عنده مشكل ديال الوزن البنات ولا الدراري، المشكل ديال الوزن ياخذ كاس ثلاثه المرات في النهار، 3 فوا باغ جور، ثلاثه المرات في النهار قبل الغداء قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء، 5 مينيت ابري روبا، 5 ديال الدقائق من قبل الماكله، وانقول وداعا للوزن وداعا للكرش، انكونوا فرحانين وانكونوا سعيدين ونلبسوا اللي بغينا ونخرجوا حنا مرتاحين وانجلسوا حنا مرتاحين. وبالنسبه نكمل لكم باش ما ننساهاش البنات، كنت نسيتها هاد الوصفه هذه، ماشي غير الدهون، ماشي غير كتحرقنا الدهون ولا كتحيد لنا الكرش، كتحيد لنا حتى الغاز، الغاز من الغازات من البطن، حتى لانه مشكل ديال البطن وديال البرد في كرشو تتحيدهم ليه. واترحموني عليها والله والله ثبت قسما بالله مجرباها ومجرباها وفعلا زوينه بزاف بزاف بزاف. المهم هذا هو، هذه هي الوصفه ديال هذا النهار اللي كنتمنى تكون جربوها وتنصحوا بها خوتكم وجيرانكم وحبابكم وصحابكم. وهذا هو الفيديو الثاني وسالينا الوصفه. السلام عليكم، تهلاو في راسكم، نبغي لي زابون، نبغي لي شير، نبغي لي بارطاج مع صحابكم باش بيكم نزيدو قدام البنات، وتهلاو لي في راسكم. الى فيديو مقبل ان شاء الله، بسلامه، باي باي.